السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض ازاي نعمل جريد في الزي بيلدر. زي بيلدر ده منصة بيبقى فيها بنقدر نربط التكاليف بالبيم بالجدول الزمني وهكذا، ودي من الحاجات اللي هتحل مشاكل كتيرة جدا في مجال الصناعة. أتمنى تجربوه، هتلاقوا الرابط أسفل للفيديو. أول حاجة ممكن نشوفها دلوقتي اللي هي الجريدات. لو أنت عايز تظهر الجريدات بتاعة أي دور تقدر تظهرها. طبعا الجريدات بتبقى موجودة، بس عايز تظهرها في 3D فوق تحت زي ما انت عايز ممكن تظهرهم كلهم. الليفلات برضو ممكن تظهرهم، ممكن تظهر بس اللي انت عايزه. يعني انت مثلا دلوقتي عايز تشوف الدور دوت، فتقدر تطفي كله وتظهر بس الدور اللي انت عايزه. الجريدات هتلاقي ارقام الجريدات مكتوبة، ممكن تدخل هنا في الجريد سيتنج وتبدأ تظبط الكتابة. عايز تكبرها، عايز تصغرها زي ما انت عايز. زي ما انت شايف كده بقت اوضح. عايز تغير الكالر بتاعتها، عايز تغير اللاين كالر او الكتابات. ناخدها مثلا اللون الاحمر بالشكل دوت، ممكن تقول له انا عايز اللاين نفسه يبقى مثلا اخضر بالشكل دوت. ممكن لو انت عايز ترسم دايمنشن مثلا من هنا لهنا تقدر يقول لك قد ايه، او تقول له عايز الزاويه قد ايه. وهنا برضو تقدر تشوف الكتابه السايز بتاعتها قد ايه واللون بتاعتها قد ايه وهكذا.